ان شاء الرحمن الرحيم. يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في اول امبارح، معلش يا هبه، انا يعني بيكلمني على خطته في، لان احنا كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجوده في المواني تطلع يا دكتور مصطفى. فكان بيعرض عليا من يومين الخطه بتاعت خروج هذه المواد، وانا مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه ان شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3 4 ايام ولا كده كتير؟